السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة هذا المساء من برنامجكم المشهد، ونناقش فيها موضوع زيارات الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز التي اختتمت، التي أداها لمختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط. نناقش أهدافها وسياقها ثم ما بعد هذه الزيارات، كما نطل على المشهد السياسي في موريتانيا مع ضيفنا الكاتب الصحفي سيدي محمد بلبلعمش المدير الناشر لصحيفة مراسلون. أهلا وسهلا. قبل أيام اختتم الرئيس محمد عبد العزيز زيارات التي كان يخصص لمختلف مقاطعات العاصمة نواكشوط. برأيك يعني في أي سياق جاءت هذه الزيارات وما هدفها؟ جيد. الزيارات يبدو أن الرئيس عبد العزيز يريد أن يقدم نفسه كقائد يرشد ما هو موجودا ويحافظ عليه ويحسن كخطوة في إضافة أشياء أخرى. وهذه الزيارات ركزت على زيارة أحد مشاريع الرئيس عبد العزيز ومشروع الحالة المدنية. مشروع الوثائق المؤمنة هو مشروع بدأ من بداية منشية هذا النظام، وبالتالي تلاحظ أن أغلب زيارات أعتقد أن الأمر لم يفهم بهذا الشكل، أن الرئيس يزور أحد المشاريع التي طورها منذ وهي فكرة حتى الآن أصبح الجميع يعتمد عليها ولا مناص منها، وأصبحت تنظم، هناك بعض انتقادات حولها، ولكن هناك هالة من الإشادة بها. وركزت الزيارات على هذا المشروع، ركزت على مؤسسات تعليمية وطبية صحية، تعليم لها نظام قصة معه أنه سمى سنة 2015 سنة تعليم، وهناك أثير جدل حول الرتبة 137 في تصنيف جودة التعليم الأخيرة، وربما يعني قطاع حيوي عريض لديه متابعه الكثر، الكل مهتم به، آباء تلاميذ مدرسين وغير ذلك، والوضع والمستشفيات الصحية. أيضا يمكن أن نشير في هذه الزيارة أن الرئيس أراد الاهتمام بمواطن نواكشوط. تلاحظ أن في الزيارات هنا الموالون للنظام كانوا يقومون بحشود جماهيرية تشيد به على نحو ما كان يجري في المدن الداخلية، النعمة، سليبا، فيروس، وأطارس، ولات، وهكذا. يعني كأنه يقول أنتم أيضا مواطني، أنتم أنا أريد أن أكسبكم، وحتى لا تبقى العاصمة للمعارضة. هناك شائعة تقول أن نسبة الوعي أكثر في نواكشوط، وأن المعارضة دائما تسيطر تنجح في نواكشوط. ربما هو اهتمام ومواصلة لزياراته التي استثنى منها نواكشوط ولايته الثلاثة خلال 2016. إذن هي تأتي في كل هذه السياقات مجتمعة. صحيح أنها لا تضيف إعلانا لمشاريع جديدة، ولكنها تتفقد مشاريع حيوية مثل الصحة والتعليم، ومشروعا آخر أصبح حيويا هو من إنجاز هذا النظام. طيب، النظر في سياق هذه الزيارات، يعني هي بدأت مما بعد الاستفتاء الدستوري وتنتهي أيضا ما قبل 2018، ما قبل الانتخابات سواء التشريعية والبلدية أو المجالس الجهوية وحتى الرئاسية. يعني ما دلالة أن تأتي بين هذين السياقين؟ هي أول خروج للرئيس منذ انتخاب الاستفتاء في يوليو الماضي، في أغسطس الماضي، وربما ظهور له بشكل أو بآخر، ظهر في زيارات أخرى للاتحاد الوطني لكرة القدم، ظهر في زيارات لأماكن أخرى. هذه الزيارة يبدو أنها منظمة، يبدو أن أحد مستشاريه نصحه بها كعودة مختلفة للمشهد السياسي، حيث عشنا أشهرا من القطيعة، قطيعة النظام والمعارضة
لوسائل الإعلام وللظهور على تبوؤ المنابر وغير ذلك، كأنه يقول أنا هنا كل شيء بخير، خاصة بعد الأزمة الأخيرة المتفاقمة، أزمة الشيوخ وأزمة بوعمات وأزمة السجناء، أزمة مقاضاة، هذه أزمة مؤرقة للنظام، مؤرقة للمعارضة، مؤرقة. صحيح أنها الشعب في العريض لا يعنيه الموضوع في النهاية، تعنيه رشاوي وعمات وهل حدثت أم لم تحصل، في النهاية ليس موضوع شعبي، ولكنه يبدو وكأنه معضلات بالنسبة للنظام ومعضلات بالنسبة لطيف من المعارضة معين، وهو خروج تزامنا مع استمرار هذه المشكلة دون التطرق لذلك الموضوع. ولو تم السؤال عنه كما تم السؤال عن قنوات التلفزيونية فقد كانت سيكون الجواب أن العدالة مستقلة، هكذا أتصور. على كل حال لم يتم التطرق الموضوع، ولكن خرج الرجل بتزامنا مع استمرار هذا المشكل ليقول أنا هنا ليرسل. يأتي أيضا بعد استقباله لوزير خارجية السنغالي وزير خارجية الجزائري، هو دائما يقول إنها رسالة للداخل والخارج، وإن أراد الخارج أن يقرأها فليقرأها. إذا كانت لها من دلالة فهي تأكيد وتذكير لبعض المشاريع التي أنجز هذا النظام، خاصة مشروع الوثائق المؤمنة، وهي بداية رجوع للمشهد بعد أشهر من الراحة سياسيا إن صح الوصف. هل يمكن أن تفهم على أنها بداية تدشين أو تهيئة لمرحلة سياسية ما؟ نعم، هي تفهم أنها أنا مهتم بمدينة نواكشوط. إذا كان لدينا فهم، وهذا خارج، كان دائما رئيس الجمهورية في مختلف الأنظمة والحقب يترك نواكشوط للمعارضة، كأن الرئيس يقول لا أنتم، أنا أريدكم أن تناصرون، أنا أقوم بشيء. هذا هكذا يريد أن يقول. هل وصلت الرسالة؟ هل مواطن نواكشوط معه فعلا؟ هل مشاكل نواكشوط تم التطرق لها؟ مشاكل القزرة، مشاكل وكالة التنمية الحضرية، هذه المشاكل نوقشت في التجونين في مكان، في ترحيل في مكان أخرى. أيضا المشكلة، الرئيس يعتبر نفسه والنظام ومناصره يعتبرون أنه حل مشكلة السكن العشوائي القزرة، وأنه منح المواطنين قطعا أرضية يمكن أن يعيشوا فيها بطريقة لائقة وتناسب. هناك مظالم طبعا، هناك آلاف المظالم في هذا الموضوع، وهي ما تزال عالقة للأسف. تذكير بهذه المشاريع المشروعين، الوثائق المؤمنة والسكن المنظم، وأيضا يريد أن يقول أنه يحاول أن يجد، كأن النظام يحاول أن يجد موطئ قدم مهم في العاصمة نواكشوط بولاياته الثلاث التي استحدثها هذا النظام. لكن إلى أي حد تعكس يعني المشاكل التي تطرح، وهي مشاكل في الغالب أحادية تتعلق بأفراد، حينما يزور الرئيس المركز أو المدرسة أو أي من هذه المناطق يجد أصحابها هناك، يعني إلى أي حد تعكس فعلا حجم المشاكل المطروحة، وإلى أي حد أيضا يراد للرئيس أن يطلع فعلا على طبيعة المشاكل، أما أن الرتوش تحول دون ذلك؟ المشكلة بالأساس تتعلق بالشفافية والعدالة. إذا كان الأمر يتعلق بالتنمية الحضرية، قطع الأرضية، تقسيمها، هناك عدم شفافية في الموضوع، وهناك قلة عدالة، وهناك مظالم قائمة، هذا لا إشكال فيه. هل الرئيس أدرك الموضوع؟ هذه المظالم كانت كل يوم تخرج إلى حتى القصر، كانوا يقفون أمامه، وربما المظالم التي استوقف فرد أو فردين أو عدة أشخاص استوقف الرئيس هي كما قلت مظالم فردية، ولكنها تريد أن تنبه الرئيس أن المشكل لم يتم حله نهائيا،
ما زال هناك أناس، هناك أناس ظلموا، هناك أناس ما زالوا يعيشون تقريا، عفوا سكنا عشوائيا. ربما تنبهه أن الإنجاز لم يكتمل كما أو اكتمل بطريقة مشوهة. صحيح اكتمل، ولكن اكتمل بطريقة مشوهة ربما تسيء إلى النظام نفسه بدل أن تفيده. على كل حال أنا أرى أن الموضوع مستجد في الساحة الوطنية، اهتمام أي رئيس أيا كان بالعاصمة نواكشوط، زيارات متواصلة لعدة أيام لمختلف مقاطعاتها، محاولة أن يكون لنواكشوط سكان أهل. فتلاحظ أن هناك في التفكير الباطني للسياسيين كل سكان نواكشوط هم سكان في الداخل، هؤلاء أهل حوض، أهل ترارز، أهل ماديبو، أهل الشمال، غير ذلك. وكأن نواكشوط لا يوجد له مواطنون ينتصرون له، يطرحون مشاكله التنموية، صرف صحي للعاصمة، المشاكل التنمية، الخدمات، غير ذلك. هناك محاولة لخلق أن يكون هناك مواطنون ثابتون ينتصرون لهذه المدينة ويعول عليهم النظام في لاحق الفترات، خاصة كما قلت في الاستحقاقات القادمة النيابية والمجالس الشهوية والبلدية. لكن يعني بالحساب الزمني، هل لا يزال للنظام ما يكفي من الوقت مثلا لإصلاح بعض هذه الإشكالات التي لا تزال مطروحة؟ لن يكون لديهم وقت كافي، هذا إذا عرفنا وقت الانتخابات، ولكن نحن الآن لا نعرف وقت الانتخابات بالتحديد، سنة أو أقل. إذا كانت هناك مشاكل، هذا النظام يتميز بي بي على الأقل بالنسبة للانتخابات الرئاسية 2019 أعتقد أن إشكال الحالة المدنية، عفوا إشكال السكن الملتزم والقضاء على المظالم في هذا الشأن ستبقى عالقة لفترة طويلة، أطول قليلا، ولن يستطيع النظام، لأن القضاء عليها يقتضي خلق آليات شفافة جدا وانتشار نظم وقيم العدالة في أجهزة الدولة، وهذا للأسف غائب. تحتاج أيضا مستوى من الوعي لدى المواطن نفسه، مستوى من الوعي لدى المواطن، وأصحاب هذه المظالم هم ظالمون ومظلومون. إن أمكن هناك حالات لا ينطبق عليها هذا الأمر، ولكن هناك حالات أصحابها لديهم كثير من القطع الأرضية، يظلمون في بعضها ويظلمون في بعضها الآخر، وبالتالي هذه المظالم الموضوع معقد بالنسبة لوكالة التنمية الحضرية، معقد جدا. وأعتقد أن إرساء آليات شفافة وترسيخ قيم العدالة والمساواة بين المواطنين، مساواة الفقير مع الغني، الوضيع مع الوجيه العزيز، ومن توجد لديهم وساطة، هؤلاء بحاجة إلى الإنصاف في هذه الفترة. هناك آلاف المظالم تستبقى عالقة لفترة أطول، ولا يمكن لهذا النظام أن يحلها. بالنسبة لموضوع الوثائق المؤمنة، تم التقدم فيه وهو مشروع عملاق، على يجب أن نقر بهذا، هذا المشروع مشروع خلاق وبناء. هناك مشكلة لدى طيف من سياسي معين مثلا لا تجد من جنسيتي، هؤلاء يعتبرون أنه سن شروطا صعبة بالنسبة لهم، بالتالي أنه يمنعهم حقا مشروعا يجب أن يكون أخذه بسيطا، القدرة عليه بسيطة. وهو إشكال ذلك الإشكال، المشكلة بين لا تمس جنسيتي والمشروع ككل ستبقى أيضا عالقة، ولا أعتقد أن الشفافية يمكن أن تحلها. هذا الموضوع سياسي لا يتعلق بي 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 يمكن أن تبسط هذه الآليات، ولكن لا أعتقد أن الموضوع الإشكال السياسي الحقوقي إن صح وصفه ستحله الآليات، استحداث آليات معينة.
بالعكس ستبقى حتى لو استحدثناها آلية شفاء للشفافية والعدالة وإرادة، فإن مشكل الحضر التحضر وتقسيم الأراضي وغير ذلك لن. لكن إجمالا يعني ليس مألوفا مثل هذه الزيارات العفوية والتي يحاول الرئيس الاطلاع من خلالها على ما يجري، يتحدث إلى المواطنين ويتحدثون إليه ويحاول معرفة المشاكل دون أن تقدم له، إلى أي حد يمكن أن ينضاف هذا إلى رصيد الرئيس فيما يتعلق بالولاء بين قوسين إن صح التعبير؟ هذه الزيارات هذه الزيارات لن تكون رصيدا، يعني هي بداية محاولة جلب رصيد، ويريد أن يقول أنه يحاول أن يضع اليد على سكان واكشوط، وأن لديه رغبة أن يكون أغلب سكان واكشوط من صفه، وأنه لن يترك سكان واكشوط للمعارضة ولمدوني فيسبوك ولغير ذلك. لديه رغبة أن يكون لديه جمهور، أن يكون لديه نصيب من الشعب في نواكشوط، وهي لا يمكن أن تعتبر إنجازا، ولا يمكن أن تعتبر الزيارة بحد ذاتها، لأنها في النهاية زيارة حتى الآن لم تطلق فيها مشاريع، ولكنها محاولة، هي بداية محاولة تسجيل نقاط. إذن مشاهدينا الكرام نتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لإكمال ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد، فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نواصل النقاش في الجزء الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم المشهد حول موضوع زيارات الرئيس الموريتاني والوضع والسياق السياسي في البلاد مع ضيفنا الكاتب الصحفي مدير الناشر لصحيفة مراسلون سيد محمد والبلعمش. أهلا وسهلا من جديد. أهلا وسهلا. إذن يعني السياق الذي جاءت فيه هذه الزيارة هو سياق خاص نوعا ما، حيث بعض أو الكثير من الساكنة غير موجودين، كانوا خارج العاصمة بعد هذه الزيارات، واكب انطلاقة الافتتاح الدراسي المعارضة غائبة، ليست حتى في الداخل ولا في العاصمة نواكشوط. هذا يحيل إلى الجانب المتعلق بالموضوع السياسي، أين المعارضة وأين النظام الآن في موريتانيا؟ نحن كنا نعيش سباتا سياسيا إن صح الوصف من النظام نفسه، ربما أنهكه المسير السياسي الصخب، حملات أتعبت الموالين، تركت من المشاكل ما لم تفد من المزايا، وبالنسبة للمعارضة ربما بح صوتها من معارضتها للتعديلات الدستورية واستراحت، بقي فقط صوت آخر جديد، ويبدو أنه هو الغالب في هذه الفترة، في كل هذه الفترة الشهرين أو الثلاث أشهر الماضية، وهو مشكلة الشيوخ مع النظام، واليد القوية لرجل الأعمال المعارض محمد البوعمات، والإشكالات التي استجواب النقابيين والصحفيين وعدد من الشيوخ في هذا الموضوع، هذا المستجد نسبيا هو الذي سيطر خلال هذا السبات على المشهد في موريتانيا، ولكنه يبدو مؤهلا لأن تزداد دائرة الضوء حوله وأن يأخذ مساحة أكثر في الفترات القادمة، لأنه أصبح قضية الرأي العام في ظل قدرة في ظل قلة عدم قدرة المعارضة على فرض التحدي المطالب المواطنين الحقيقية التي تمسهم، أن تكون هي قضية الرأي العام في ظل غياب مشكلة التعليم، في ظل مشكلة غياب الفقر، في ظل مشكلة العدالة وغير ذلك، تصعد بفعل فاعل وبفعل مجموعة من المؤثرات الأخرى قضية الشيوخ، وكأنها أصبحت قضية وطنية، في النهاية ليست قضية وطنية.
قضية أشخاص وتداعيات وصراعات. المعارضة يعني منتقدوها يأخذون عليها أنها يعني تنتظر حتى يكون الفعل من أجل أن تقوم بردة فعل عليه. هناك ثلاث مواضيع أساسية كانت هي الوقود الذي يحرك المعارضة بالجانب السياسي، وهي متعلقة بمعطيات الاستفتاء، ما يتعلق بإلغاء مجلس الشيوخ بالعلم وبالنشيد. الآن يعني إلى أي حد أصبح يعني تعاطي إيجابي، أو على الأقل نقول ليس سلبيا، على الأقل أصبح هناك تصالح مع مقتضيات هذه التعديلات، مع إلغاء مجلس الشيوخ، مع تغيير النشيد والعلم أيضا، كيف ترى ذلك؟ لا أعتقد أن هناك تصالح بمعنى الكلمة. هناك صمت غير مفسر، هناك تراجع في الأداء. وأعتقد أن الأيام القادمة، نحن في الفترة الأسابيع قبل الماضية خرجت كلمات النشيد المعتمد، والبرلمان صوت على الشكل العلم، ما سيصادق في الأيام القادمة أيضا على مشروع آخر يتعلق بوصف فني للعلم، خطوة أخرى. المعارضة لم تتحرك. الأيام القادمة خاصة بداية شهر نوفمبر وحتى 28 نوفمبر، حيث النظام يحضر لاحتفالات ذكرى عيد الاستقلال بمدينة كيهيدي التي سيرفع بها العلم الجديد المناسبة، هذه الأيام ستكون سوف يحاول النظام حينما أقوله الآن جهاز تنفيذي على الأقل، لأنه المتحرك الأساسي في الموضوع، حشد ما يمكن حشده من أجل أن تتراجع حدة المنتقدين للعلم والنشيد وللتعديلات الدستورية بشكل عام. كما سبق أن ذكرت لك، هناك تراجع فعلا في المعارضة وفي أولوية المواضيع، لأن في النهاية حتى العلم والنشيد هذين الموضوعين وطنيين، وفي صميم الأشياء المعنوية التي يفكر فيها المواطن، ولكنها لا تمس حياته ولا تقدم له خبزا ولا تعليما نافعا ولا تشفي مرضه. يعني وهل يفهم من ذلك أن النظام من خلال، أو أن الرئيس عفوا، من خلال هذه الزيارات يحاول أن يقول للمواطن بأن اهتماماته هي هذه الجوانب، الصحة، التعليم، الأوراق المدنية وغير ذلك، وليست في تلك الجوانب الأخرى التي تحاول المعارضة أن تجعل منها قضايا وطنية كبرى؟ ربما يحاول النظام هذا، ولكن بالنسبة للزيارة الرئاسية هناك يسأل عن ماذا يمكن أن نزور، ماذا يمكن، يعني الموضوع يتم ترتيبه من قبل ديوان الرئيس ومع الولاة وغير ذلك، ماذا يمكن أن نزور؟ يعني نقاط الزيارة، ولكن نقاط الزيارة يمكن أن ينصح بما أن هناك موجة انتقاد واسعة للتعليم. فمن غير، ونحن على في بداية سنة دراسية جديدة، وهناك مستجد أيضا للساحة التعليمية أحدثه هذا النظام وهو مدارس امتياز. هذا المستجد الذي أصبح الآن تشار إليه السهام، توجه إليه سهام النقد، أنه أصبح تمارس فيه محسوبية وغير ذلك. هذه يعني زيارة هذه المنشآت الجديدة التي تعتبر من إنجازها النظام مع الانتقادات الواسعة لمستوى التعليم، هي ما أهل التعليم والمدارس. لأن لا أعتقد أن النظام في تنافس مع المعارضة حول أولويات الشعب، ورغم أنه هذا كان في مرحلة النظام الأولى كان صوته أنه صوت الفقراء، وأنه رئيس الفقراء، وأنه مهمومين، ويعني هذا الصوت تراجع قليلا. لا، النظام واصل في أغنية أنه يهتم بهموم المواطنين الحقيقية، ولا المعارضة اهتمت بها أيضا.
أولوية المعارضة الآن تراجعت كثيرا، نعم تراجعت أكثر البعض. هذه ربما أولوية المعارضة الآن هي إنصاف بعض أفراد الشيوخ والعلم والنشيد والقوانين والمادة 38 والمادة 99 والجدل حول هذه المواد والقصص، وقلنا لهم وجابوا وثيقة غير مكتوبة وقلنا لهم اكتبوها. قصة الحوار وما بعد الحوار هي ما غيب الهم الوطني الحقيقي، وبالتالي المواطنون البسطاء وسكان الداخل الذين نعم شاهدنا بيانات للمعارضة في مع تراجع الأمطار، ولكن ما فائدة تناقض أن 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 الأمطار لم تأتي؟ هذا يفهم منه أنها تهتم بردة الفعل أكثر من أن تخلق فعلا، ولا يدل ذلك على غياب يعني برنامج لدى هذه المعارضة، وكأن دورها فقط هو أن ترد على ما يقوم به النظام خاطئا كان أو صحيحا، هو بالنسبة لها خاطئا وسترد عليه. كيف ترى ذلك؟ صحيح، هذا رأي لدى البعض، أنها حتى أنها لديها ردة فعل على ما يثار في الإعلام، حتى بعض المواقف المهمة التي اتخذتها المعارضة في مراحل معينة تم بناؤها على أساس معلومات منشورة في صحف موريتانية ومواقع. حينما يثار موضوع مثلا موضوع الأدوية أمس الذي يثير، وصلنا بيان من أحد أحزاب يتعلق به، كلما أثير موضوع في رأي في الإعلام كأنهم يحاولون ركوب تلك الموجة. هناك مشكل لدى المعارضة شاهدت إحدى القيادات السياسية أثارته أو أشارت إليه، يتعلق بالمشكل المادي، أن هذه المعارضة معطلة ماديا واعتمدت في مرحلة معينة على الشريان على دعم من أحد رجال الأعمال، وهذا رجل الأعمال هو الآن مسجون سنتر القد، ربما كان يربط كان صلة الوصل بين هناك رجل أعمال، إما واحد والدباغ وهو في الخارج والغد في السجن أكثر من شهرين، ربما كان الرجلان هم شريان يمثلان موردا لحل بعض الإشكالات المادية الأساسية في نشاط سياسي، والاعتماد على المادة مضر في السياسة خاصة في جانب المعارضة. أعتقد أن المعارضة بحاجة إلى مراجعة استراتيجياتها وترتيب الأولويات، لأن أنا لم أفهم أن تكون أولوية المواطنين مشكلة الشيوخ، أو أولوية المواطنين الحوار ولا ما حوار غير ذلك. هناك الشعب لديه فقر كبير، هناك تعليم، هناك صحة لديها مشاكل كثيرة وأدوية مزورة وغير ذلك، وهناك مشكلة أزمة اقتصادية في البلد. هذا النظام أيضا، ولا يمكن أن نتحدث عن النظام وعن الركود الذي شهدته الساحة السياسية والحراك الوطني دون الحديث عن مشكلة الأزمة الاقتصادية. أنا أعتقد أن هذه الأزمة الاقتصادية هي أكبر فاعل فيما يجري، فربما هي مؤثرة على أن لا يخفض سعر المازوت، وهي مؤثرة على اتخاذ النظام للسلوك لا يزيد من شعبيته. السلوك الآن أنتم في القنوات الحرة لديكم ضرائب يجب أن تدفعوها، يعني محاولة جني الأموال من إنهاك المواطنين بالضرائب هو ترجمة ويعكس أزمة اقتصادية في البلد، ونحن نحتاج إلى خلق آلية لدورة اقتصادية سليمة، وليست أن نأخذ ضرائب فقط من المواطنين ولا نعطيهم. وهذا الموضوع شكل وقودا للطرفين،
الطرف الموالي للنظام يدافع ويعني يشيد بالإنجازات التي قيم بها لمواجهة هذه الأزمة، بل وأحيانا يقول بغيابها. الجانب المعارض أيضا يذكي هذه الأزمة ويحاول أن يجعل منها قضية كبرى. بين الاثنين، أين سار المواطن؟ المواطن هو ضحية من الطرفين، وما دمنا نتحدث عن الموضوع فإنه تنقصنا المعلومات نحن كصحفيين عن 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 علاقة المؤسسات الدولية المهولة بموريتانيا. وما لاحظناه أن الوفد الموريتاني الذي كان يزور واشنطن للقاء صندوق النقد الدولي البنك الدولي في النهاية الإنجازات طائلة جدا، قرض ب7 مليارات أوقية، حتى أصبحنا نقرض من الصين من الهند عفوا. بنك الصادرات الهندي أقرض لموريتانيا 19 مليار أو رقم هكذا لتمويل مشروع للطاقة. يعني البنك الكويتي، البنك السعودي، منذ سنوات ونحن نقرض من بنوك عربية وإسلامية لا نعرف. مشكلة المديونية أيضا في البلد هي مشكلة أزمة أخرى لم يتم التطرق عليها. أعتقد أن الأمل الوحيد هو أمل الغاز، وهو أيضا محدد من محددات سياسة سيكون محدد إن لم يعني هو الآن شبه محدد وسيكون محدد أكثر في الفترة اللاحقة، لأن الغاز الذي سيتم استخراجه فعليا 2021 ونحن شركاء فيه مع دولة السنغال المجاورة. بالنسبة لما يجري في السنغال، أنا أحد الزملاء قال لي أن الوزراء في السنغال قاموا بجولة في الولايات السنغالية لإطلاع المواطنين على النهضة التي ستشهدها السنغال، في حين نحن لا توجد لدينا معلومات عن هذا الغاز الكبير. الصحف الإماراتية تغمز للقطريين وتقول أن موريتانيا ستصبح أهم لأنها أقرب إلى السوق الأمريكي، ما بين عرض البحر فقط ما بينها مع أمريكا وعرض البحر ما بينها مع أوروبا. وإذا صحت هذه الأرقام فإن موريتانيا ستصبح فعلا كذلك. يعني الأمل لا يمكن أن يعيش به المواطنون فقط، على الأقل نحتاج خلال هذه السنوات الثلاثة أو الأربعة إلى موارد اقتصادية وإلى رؤية اقتصادية واضحة. والأمر يتعلق بأن هناك عشرات ومئات الكوادر الموريتانية تتقاعد وهي أدمغة بحاجة إلى أن يستفاد منها، وهي التي جلبت موريتانيا خلال العقود الماضية عديد التمويلات، تم إفسادها، تم الاستفادة منها، تم ذلك موضوع آخر. ولكن العقول المدبرة التي بإمكانها جلب استثمارات نافعة يتم مئات منها موجهة الآن للتقاعد. هذا الإشكال اقتصادي ومحدد وهو مصيري في 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 كل مشهد الموريتاني. هناك ترابط بين السياسي والاقتصادي. نعم. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المشهد. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكاتب الصحفي سيد محمد البلعمش المدير الناشر لصحيفة مراسلون. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على المتابعة. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج المشهد. لكم تحياتي.